تقترب لطلاب مختلف المراحل الدراسية من موعدها، ما يجعل جميع الأسر تستنفذ أقصى طاقاتها لدفع أولادهم لتقديم أفضل ما لديهم في الامتحانات والحصول على نتائج مرضية. أكيد سالي، هنا تأتي دور العوامل النفسية والصحية والغذائية التي تؤثر على أداء الطلاب إيجابياً بشكل كبير في حال تم الإشراف عليها بأسلوب علمي صحيح، وهذا ما رح نعرف آخر تفاصيله مع مدير تربية ريف دمشق الأستاذ خالد رحيمي. يسعد صباحك. صباح النور، يسعد صباحكم. يسعد صباحك أستاذ خالد. خلينا نحكي عن الامتحانات، لكن عم نقدم عن امتحانات هلأ، موعد اقتراب الامتحانات، كيف الجهوزية، كيف التحضير، نحكي شوي. طبعا بداية صباح الخير لوطننا الحبيب سوريا، صباح الخير لصمود وانتصارات أبطال جيشنا العربي السوري على امتداد هذا الوطن الحبيب. صباح الخير لجميع زملاء المعلمين على امتداد القطر العربي السوري، وخاصة زملائي في محافظة ريف دمشق الذين قدموا أيضا الكثير من الشهداء، وبصمودهم بقيت العملية التعليمية التربوية قائمة حتى يومنا هذا، لن تتوقف نهائيا على مدى 6 سنوات، وأبناؤنا الطلبة على مقاعد الدراسة يتلقون العلم والتعليم. بالنسبة للامتحانات تبدأ في شهر 12 الذي مضى من العام الماضي، يتم التسجيل للشهادة الثانوية العامة وشهادة التعليم الأساسي في دائرة الامتحانات وتسجيل الطلاب، ومن ثم حاليا يتم مركزة هؤلاء الطلاب في مراكز امتحانية. بلغ عدد الطلاب حتى هذا اليوم حوالي 43 ألف طالب تعليم أساسي في ريف دمشق، وحوالي 23 ألف طالب شهادة ثانوية عامة في ريف دمشق. تمتد هذه المراكز وتتوزع على مناطق ريف دمشق التي عددها 12 منطقة تعليمية عندنا، ويتم مركز الطلاب في مناطقهم للتخلص من صعوبة المواصلات. وطبعا التجهيز للامتحانات يتم ليلا نهارا، ونحن الآن في حالة استنفار في على مستوى وزارة التربية وأيضا في مديرية التربية لتحديد المراكز الامتحانية وللتجهيز لموضوع الأسئلة ونقل الأسئلة إلى المراكز الامتحانية إلى المناطق المحددة. ومركزة الطلاب كما قلت، وتنزيل هذه الأسماء ضمن برنامج حاسوبي في مديرية جميع العملية التعليمية الامتحانية مؤتمتة على برنامج الوزارة، ويتم تحديد كل ما ذكرت عن الامتحانات على هذا المركز لوزارة التربية. الامتحانات كما قلت موزعة على مراكز على مستوى المحافظة ومناطقها، يتم تحديد العاملين في هذه المراكز الامتحانية من المراقبين، من زملائنا المعلمين، أيضا لم يتم إبعادهم عن مناطقهم بسبب حتى لا يكون هناك عناء في المواصلات بالنسبة لهؤلاء الزملاء، ونحن جاهزون. لكن النقطة الهامة التي أريد الحديث عنها للأهل الكرام في كل مكان، أتمنى الجميع أن يسمعوني ماذا أقول عن التوتر بالنسبة للأهل، التوتر النفسي، حيث نجد أن الأهل هم يقدمون الامتحان مع أبنائهم. هذه النقطة لتخفيف هذا التوتر أقول لهم اطمئنوا، نحن الأهل الثاني لأبنائكم، ونحن مهتمون بأبنائكم مثلكم تماما، لا تكونوا قلقين، نحن نعمل ليلا نهارا لنحقق الراحة والاطمئنان
لأبنائنا الطلبة في امتحاناتهم. بدي أسألك عنه أستاذ خالد، وحكينا يمكن بحلقات سابقة مع عدة ضيوف أهم تهيئة العوامل النفسية للطلاب، خصوصا نحن على أبواب امتحانات الشهادة الثانوية والتعليم الأساسي. خلينا نحكي عن مجهود المضاعف اللي عم تبذلوه اليوم ضمن الظروف الحياتية اللي عم نعيشها أو ضمن ظروف الحرب، يعني في مجهود كتير كبير تماماً نحن ما فينا ننكره اليوم. طبعا نحن خلال العام الدراسي هناك من استراتيجيات الوزارة تعمل ضمن استراتيجيات متعددة حول المناهج، حول طرائق تطوير وتحديث طرائق التدريس، تطوير وتحديث المناهج، تحديث القوانين في وزارة التربية، وتم تحديث عدد كبير من القوانين كنا نحن بحاجة لها منذ عشرات السنين. لكن في ظل الأزمة أيضا وضعت وزارة التربية مشروع الدعم النفسي، وعملت على هذا المشروع خلال العام الدراسي. هناك طبعا لجان من المرشدين النفسيين والاجتماعيين في المدارس يعملون على شكل ندوات لتحقيق الدعم النفسي لأبنائنا الأطفال والطلاب الكبار والصغار، مما يرونه من أعمال الإرهاب التي يتعرض لها وطننا. وكان من أولى أهداف الإرهاب المدارس والعلم والتعليم والفكر وتجهيل الأجيال، لكنه خاب وخسر وفشل في تحقيق هذا الهدف، وبقينا على رأس العملية التعليمية. بالنسبة للامتحانات، نحن لدينا اجتماعات كثيرة مع زملائنا المعلمين والمدرسين المراقبين في المراكز الامتحانية، مع زملائنا رؤساء المراكز، مع زملائنا مندوبي المديرية الذين يزورون الامتحانات المراكز الامتحانية، والتوجيهات دائما تحقيق الأمن والأمان والطمأنينة لأبنائنا الطلبة في القاعات الامتحانية، لأن الظروف صعبة التي يعيشها أبناؤنا الطلبة، فعلينا نحن أن نحقق هذا الجانب من الطمأنينة لأبنائنا الطلاب في القاعات الامتحانية. نعم أستاذ خالد، خلينا نحكي عن تغيير المناهج أو الخطط التي توضع لتغيير المناهج. هلا هناك في معطيات طبعا بيتم دراستها، تعطينا شوي كيف بيتم دراسة هذه الخطط وما هي على أي أساس بيتم دراستها؟ طبعا تطوير المناهج من الاستراتيجيات التي تعمل عليها وزارة التربية، وكانت من أولى اهتمام السيد الوزير تطوير وتحديث المناهج، لأن تطوير المناهج حاجة ملحة يتطلبها المجتمع، وحاجات المجتمع تتطلب تغيير المناهج بما يتوافق أيضا ويساير التطور العلمي والتقني العالمي. لذلك أحدث في وزارة التربية مركز خاص لتطوير المناهج. هذا المركز فيه الزملاء الاختصاصيين الخبراء الكبار في المواد الاختصاصية وفي الجوانب التربوية، يقومون بعملية التأليف، ويشارك في العملية أيضا زملاء من الميدان التربوي الذين يعملون ما زالوا في الصف. لذلك يتم تشكيل لجان على شكل ورشات في كل مادة اختصاصية، يقومون بعملية التأليف. يشارك أيضا أساتذة كبار من جامعة دمشق من الجامعة في المواد الاختصاصية، أيضا أساتذة كبار من كلية التربية في جامعة دمشق من أجل الجانب التربوي. وهذه المناهج يقوم على تأليفها كما نرى كبار المستشارين وكبار الخبراء في الاختصاصات العلمية، ليس كما يظن البعض وأنها أمر عادي جدا. بعد التأليف تخضع لعملية التقويم أيضا، تقويم من كبار الخبراء أيضا المختصين، أيضا تتم عملية تقويم من منظمات دولية عالمية تقوم بعملية تقويم لمناهجنا. بعد ذلك يتم طبعا تجربتها على عدد من المدارس في عدد من المحافظات، وبعد ذلك وبعد أخذ رأي
العاملين في الميدان التربوي والمجتمع المحلي يتم اعتماد هذه المناهج لتدريس في جميع مدارس القطر العربي السوري. هناك تغيير هذا العام سيتم على منهاج مادة الاجتماعيات، منهاج مادة الرياضيات، منهاج مادة اللغة العربية. سنجد مناهج جديدة لأي صفوف إذا في تقريبا جميع الصفوف. هاي اللي بدي أسألك عن أستاذ خالد، لما يكون في عملية لتطوير وتغيير المنهاج للطلاب كيف بيكون؟ لما أقول أنا عندي من الأول للتاسع شهادة التعليم الأساسي، من التاسع للبكالوريا، منذ سنوات عم نشهد عملية تعديل للمنهاج، تطوير لمنهاج تدريجيا، بس هاي العملية كيف عم تتم؟ لأنه دائما عم نشوف في شكاوى من الأهالي إنه المنهاج ضخم، المنهاج قد لا يكون تم إدخاله تدريجيا، خصوصا في مادة الرياضيات أو في مادة العربي للطلاب خصوصا الابتدائي. يعني في مثلا عم نقول في دروس نظرية، في دروس عملية، كيف عم تكون؟ طبعا كما قلت التغيير مطلوب وبشكل مستمر، خاصة في ظل ما نشهده من تطورات ومن تطور علمي وتقني على مستوى العالم. يجب أن نواكب هذا التطور، والمناهج توضع وفق خطة بما يتناسب مع الخطة الدرسية الموضوعة في وزارة التربية حسب عدد الحصص على مدار العام الدراسي والأيام الدراسية. هناك ضوابط كثيرة توضع للمناهج، الذي يقول أن المناهج طويلة مثلا تنحصر آخر 3 شهور بالمدرسة، يعني بيكون في ضخامة بالمنهاج، بتلاقي تكثيف آخر 3 شهور. فعليا قديش هاي المناهج تتوافق مع اللي عم ندرسه بالجامعة؟ يعني لازم يكون في هنيك نوع من الترابط أكاديميا. تماما. هلأ مثلا مادة الرياضيات والفيزياء والكيمياء أصبحت تدرس بمصطلحات أجنبية كما تدرس في الجامعة بنفس المصطلحات. قديما كانت تدرس بمصطلحات أو رموز عربية، أحرف عربية، الآن أحرف أجنبية كما تدرس في الجامعة. ليس هناك شيء غريب، أصبح على الطالب استمرارية، أصبح استمرارية. والمناهج طبعا متسلسلة، خاصة المواد العلمية متسلسلة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي العلمي مثلا، متسلسلة حسب تسلسل هذه المادة، مادة الرياضيات كما نعلم. يجب أن يحصل الطالب على هذا أو يسير وفق درجات أو تسلسل بمنطقي للمادة العلمية حتى لا ينقطع أي سلسلة تكون فراغ أو هو بين مرحلة ومرحلة أخرى. هذا يراعى في وزارة التربية. كما قلت هناك خطة درسية في وزارة التربية، يجب أن تحدد الوحدات الدرسية تنطبق على الخطة الدرسية. ليس هناك كسافة في بداية العام ولا كسافة في نهاية العام. خطة درسية محدد فيها بكل حصة، وفي نهاية الكتاب يوضع توزيع البرنامج بنسميه أو توزيع الخطة الدرسية وفق هذه الحصص على مدار العام الدراسي. لذلك هذه الخطة تملأ الحصة الدرسية كاملة. نعم، ما في شك أستاذ خالد، بدنا منك كلمة بنوجهها لكل يلي عم يتابعونا، كلمة صغيرة منك لكل عم يتابعونا مع اقتراب الامتحانات. أتوجه للأهل الكرام أن يهتموا بأبنائهم، أن ينصحوا أبنائهم بالابتعاد عن عملية الغش التي ما زلنا نشهد هذه بعض الحالات، وأصبحت قليلة جدا نتيجة وعي الأهل، نتيجة المتابعة من قبل وزارة التربية، اللي يتقدموا إلى امتحاناتهم بكل أمان واطمئنان، ونتمنى للجميع تحقيق النتائج المرجوة. أكيد أستاذ خالد رحيمي مدير تربية ريف دمشق، نتشكرك على وجودك معنا، نتمنى التوفيق لكل الطلاب في الشهادة الثانوية وشهادة التعليم الأساسي. شكرا لكم ولقناتكم الكريمة. شكرا كثير لك أستاذ خالد، ويسعد صباحك.